جمانة اللي امبارح شفنا الجو الدنيا مطرت بشكل كبير في القاهرة وكمان في المدن الساحلية. الأسبوع ده بيشهد سقوط أمطار يعني بأنحاء متفرقة من المحافظات، وبداية كده إحساس بتزايد درجة البرودة بشكل كبير، وده طبعا هيكون له تأثير على الزراعات وعلى المحاصيل، ويمكن ممكن بعض المحاصيل تتلف أو يلحق بها خسائر. محتاجين نعرف أكتر من النصائح اللي ممكن أن توجه لأهلنا وإخواتنا من المزارعين، إزاي يتعاملوا مع سقوط الأمطار والمنخفض البارد الفترة اللي جاية. معنا على الهاتف دكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، عشان نعرف منه كل التفاصيل. صباح الخير على حضرتك يا فندم. بعد التحية، أمطار وبرودة في الجو بتشهدها المحافظات في الأسبوع الحالي، وطبعا بتزيد معها التخوفات الحالية على المحاصيل. عايزين نعرف من حضرتك ايه النصايح اللي من المفترض انه يتبعها المزارعين لتفادي اي خسائر وتلفيات، وهل الامطار دي يا فندم كان معمول حسابها او لا، نظرا لانه كان في توقعات اصلا من الارصاد؟ اهلا وسهلا استاذ جمانه، اهلا وسهلا استاذ عبدو. اهلا بك. طبعا قبل موضوع المناخ والطقس والفتره دي، احنا فعليا دخلنا فيما يسمى بسوره الموسم الزراعي، يعني الموسم الزراعي الاساسي في مصر خلال هذه الفترة اللي هو شهر نوفمبر، اللي هو المزارعين عارفينه باسم شهر بابا وهاتور. دول الشهرين اللي هو الشهرين الأساسيين في زراعات كثيرة جدا. بالنسبة لحالة الطقس اللي حضرتك اتفضلتي واتكلمت عليها، بالمناسبة دي حالة إيجابية جدا، لأن رجعت لنا الخريف ما قبل تغير المناخ. دائما العشرات السنين اللي فاتوا من 30 40 سنة كان دائما الخريف بينضم للصيف، فدائما بيبقى كل صيف متأخر، درجة الحرارة عالية، يعني زي النهارده بالظبط 23 كان درجه الحراره 34 في القاهره. صحيح. اللي هي النهارده 28 او 27، يعني الفرق ده فرق كبير جدا. فالحمد لله نقدر نقول ان وده برضه ناتج لتغير المناخ، لان تغير المناخ ما بيمشيش على سيستم واحد. فدي اجواء ايجابيه جدا، بدايه زراعه القمح في كل مناطق الجمهوريه بدون استثناء، وبنصح كل اهلنا المزارعين بالالتزام جدا بالخريطه الصنفيه. الخريطه الصنفيه او السياسه الصنفيه، يعني يزرع صنف ايه فين، دي وزاره الزراعه منزله جداول بهذا الامر، لان الموضوع مهم جدا. متوقع يكون شتاء بارد، وبالتالي ممكن يكون في يعني مشكله بخصوص الصدأ الاصفر، هو مرض مهم على الاكل. طب دكتور محمد، حضرتك معانا دكتور محمد؟ يبدو اننا فقدنا الاتصال مع دكتور محمد علي فهيم. بنشكرك، شكرا جزيلا. معانا على الهواء مره ثانيه. ايوه يا فندم. دكتور محمد، حابين نعرف منك كده ايه يعني افضل المحاصيل المناسبه لزراعتها في العروه الجديده في هذا التوقيت تحديدا؟ هو المحاصيل التقليديه اللي بتزرع، القمح طبعا، الفول البلدي، البنجر اتزرع منه عروه، بنجر السكر، ودي مساحه كبيره حوالي 700,000 فدان، والبطاطس الشتوي طبعا بتزرع تباعا، الفراوله مزروعه ولسه في بعض المناطق بتزرع، الفاصوليا البيضاء في اواخر عمرها، والخرشوف، يعني دي وطبعا عروه الانفاق البلاستيكيه بتاعت الخضر اللي بتيجي في وقت حساس جدا. كل هذه الزراعات فعليا يا اما اتزرعت يا اما بتجهز ليها، وبالتالي زي ما قلت حضرتك. نعم دكتور محمد. طيب. نشكرك دكتور محمد علي فهيم. يعني طبعا زي ما هو قال لنا، القمح وغيرها من المحاصيل اللي هي دلوقتي مفروض زراعتها في عروه جديده. وهان دكتور محمد اشار كمان لنقطه مهمه يا محمد، فكره انه يمكن الطقس دلوقتي هو المتعارف عليه، هو ده فعلا الوقت. صحيح. اللي كان يعني الخريف دلوقتي احنا فعلا بنحس بالاجواء. صحيح. دي يمكن قبل كده نفس الوقت فعلا السنه اللي فاتت كانت درجات الحراره مرتفعه، يمكن كلنا كمان واخدين بالنا من النقطه دي. والحقيقه انه يمكن تغير المناخ زي ما بنتكلم مع حضراتكم دايما مش بس بيؤثر علينا، لكن بيؤثر على المحاصيل الزراعيه بشكل كبير جدا. وعاصرنا وسمعنا وشفنا انه بعض الارتفاعات في درجات الحراره يعني الغير محسوبه او المفاجاه. صحيح. كانت سبب في تلف بعض المحاصيل الزراعيه ما كناش اصلا بنسمع ده يا محمد. فمهم طول الوقت ان احنا نتابع نشره. صحيح. الارصاد مهم جدا، ان احنا النشره الزراعيه جمانة من وزاره الزراعه، ودي حاجه يا جمانة برضو عايزين ناكد عليها، الارشاد الزراعي. الارشاد طبعاً. الزراعي الفتره اللي فاتت قايم بدور كبير جدا طبعاً. انه كل شويه يوعي اهلنا واخواتنا الفلاحين والمزارعين ازاي يتعاملوا مع تقلبات الفصول بشكل كبير عشان يبقى في انتاج جيد من المحاصيل الزراعيه.